نحييكم على الهواء مباشرة من استديوهات 218 نيوز في البلاد. فهم التحولات التاريخية والأحداث التاريخية من أهم العناصر اللي تشكل عندنا إدراك كامل للواقع الحالي، الواقع اللي نعيشه، لأن ما فيش أي شيء يبدأ من الفراغ، ينطلق من العدم. كل شيء وكل حدث تاريخي له إطار تاريخي ينبغي أو لازم أن نحن نفهمه عشان تكون الصورة قدامنا صورة واضحة ودقيقة وأقرب للظروف التاريخية اللي شكلت الأحداث التاريخية. حلقة البلاد الليلة كلها نقاش مفتوح وحوار تفاعلي على شخصية تاريخية نضالية أصبحت رمز للمقاومة وللحرية في التاريخ السياسي الليبي. ولما نتكلم ونحكي عن الحرية ورمزيتها، لا شك أن نتكلم الآن عن عمر المختار اللي تحول لرمز ليبي أصيل. نطرح أسئلتنا اليوم من خلال آخر كتاب كتب في شخصية عمر المختار وعن شخصية عمر المختار، كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة اللي أثار جدل وما زال يثير في جدل كبير، لأن مضمونه قاعد يتعارض مع الرواية الرسمية اللي كانت تقدم فيها الدولة أكثر من 40 عام، أكثر من 40 سنة. خلوني نرحب بضيفنا الليلة الكاتب والباحث ومؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة السيد يوسف عبد الهادي. سعيد بوجودك معي على طاولة البلاد. أهلا وسهلا أخي، مرحبا. بداية خليني نبدأ بعنوان الكتاب اللي سميته عمر المختار الحقيقة المغيبة. شن المقصود تحديدا بالعنوان؟ يعني عمر المختار الجميع يعرف عمر المختار على مستوى محلي، على مستوى إقليمي وعربي ودولي. شن اللي الجديد اللي احتواه كتاب الحقيقة المغيبة؟ الحقيقة المغيبة شن هي؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شكرا لكم مرة أخرى لإتاحة هذه الفرصة للتعريف بهذا الجهد المتواضع. الحقيقة قبل ما نجاوب على سؤالك خليل، نحب ننوه أني أنا في هذه اللحظة لا أقدم نفسي كمؤرخ، هذا شيء كبير علي يعني، ولا كباحث متخصص، وإنما كباحث هاوي اطلعت على بعض التفاصيل من هذا التاريخ، وحبيت أني أصحح الفكرة التي كانت سائدة حول بعض الأحداث التاريخية ومنها شخصية شيخ الشهداء عمر المختار. نعم. في جزئية مهمة يا خليل، وهو أن التاريخ المعاصر لأي بلد لا يعتبر الاهتمام به نوع من الترف كما هو حاصل في التاريخ الحديث أو التاريخ الوسيط أو القديم، لأن التاريخ المعاصر يتمتع بخاصية، وهي أن هذا التاريخ هو الذي يحدد نقطة البداية الحقيقية لتكوين الوطن المعاصر. يعني بتعرف الوطن أمتى تكون، تبي تشوف نقطة البداية الحقيقية لتكوين هذا الوطن التي غالبا ما تكون خاصة الآن في, 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 في الأمم القطرية وفي الأقطار اللي الآن يتشكل منها العالم. يتحدد نقطة البداية في تاريخها المعاصر، وعادة الدول والأمم تهتم بهذا التاريخ اهتمام خاص وتجعل منه جهد موجه لتنشئة الأجيال لما له من دور في فهم الشخصية الوطنية وبلورة الهوية الوطنية للقطر. تخيل أن تتوجه دولة بإعلامها وبكتابها لتشويه هذا التاريخ أو لتحريف هذا التاريخ بقدر الإمكان. هذا ما حصل في تاريخنا نحن المعاصر، تاريخ مقاومة الغزو الأوروبي وتاريخ استقلال ونشوء الدولة الليبية، 4 عقود تقريبا، ورأس الدولة وأجهزتها يحاول بقدر الإمكان النيل من هذه المرحلة. نعم. طيب ليش نعم. يعني هل التشويه أو التحريف أو التزوير ليش صار في تقديرك؟ يعني لمصلحة من الدولة تشتغل الشغل هذا كله؟ هو السبب غريب ويبعث على الدهشة، وهو تجذر عقدة بغض السنوسية عند رأس النظام، بغض إدريس السنوسي والسنوسية عند رأس النظام، هذا هو السبب الوحيد. والغريب أن صارت أقلام إما رغبة أو تملقا أو رهبة في ما أراد النظام لهذا التاريخ في المرحلة الماضية. نعم، لكن خليني نستدرك معك يعني سيد يوسف، هل حكمك هذا أنت تتكلم عن الأقلام وتتكلم عن تشويه التاريخ،
هل يشمل كل الكتب والمدونات اللي قدمت في تاريخ هالمرحلة كلها طوال الأربعين عام طوال هالعقود هذه كلها؟ لا مش بالضرورة فعلا، سؤال وجيه. يعني هناك كتاب حاولوا أن يكتبوا أو يقدموا مدونات تاريخية عن هذه المرحلة، لكن اصطدموا بشيئين أو وجه القصور عندهم يتبلور في شيئين، هم لم ينوا تشويه التاريخ، لم تكن متوفر عندهم نية تحريف أو تزييف هذا التاريخ، ولكن إما وقعوا في مأزق خشية الاصطدام بالسلطة فبالتالي جاء تدوينهم قاصر، وهذا ما حدث لكثير من الكتابات التاريخية في مرحلة النظام السابق، هو هذا أصبح اعتبر تدوينهم في طور التدوين السلبي ناقص، أو أنهم عجزوا، هذه تنطبق على بعض الكتاب الليبيين والكتاب الأجانب، عجزوا عن إدراك ماهية الثقافة السائدة في ذلك الوقت، بمعنى عن استشعار، بمعنى عن استشعار الثقافة التي كانت متجذرة في نفوس الناس، مثلا في نفوس البرقويين خاصة والليبيين عموما تجاه السنوسية. طبيعة هذه الثقافة هي اللي تفسر كثير من المواقف للأشخاص وللجماعات في هذه المرحلة، فهنا العجز عن نقل هذه الثقافة إلى الجيل أو إلى القارئ أو إلى المتلقي أصبح مظهر من مظاهر النقص في هذا التدوين، فأصبح حتى هذا التدوين أصبح سلبي، وهذا أنا ما حاولت أن أتلفاه في هذا الكتاب. نعم. طيب لو قبل ما ندخل أكثر في تفاصيل والفصول كتاب عمر مختار الحقيقة المغيبة، خليني نمشي بيك قبل للفيلم، فيلم عمر مختار، بحكم أن الفيلم هذا هو اللي شكل الوعي التاريخي لجزء كبير في المنطقة على مستوى محلي وحتى على مستوى عربي. صحيح. شن أوجه القصور أو خلينا نسموهن أخطاء تاريخية أن وجدت في فيلم عمر المختار؟ صحيح، هو حتى طيلة العقود الماضية أصبح شخصية عمر المختار لا يمكن التعبير عنها إلا عن طريق هذا الفيلم، وأصبحت، وهذا ما دعاني إلى كتابة هذا الكتاب، إلى ولوج هذا المعترك الصعب بالنسبة لي أنا. خلال السنوات الماضية كانت في كل سنة من حين تحين ذكرى استشهاد شيخ الشهداء كان يعرض هذا الفيلم، أول شيء جميع القنوات الفضائية تعرض هذا الفيلم بكل السلبيات الموجودة فيه، ويصبح الحديث عن عمر المختار وكأن النظام السابق خاصة فيما بعد ثورة فبراير، نحن تفائلنا وقلنا حتحدث ندوات ويبدأ تصحيح الكتابة التاريخية ويبدأ طرح مفهوم الهوية من خلال المرتكز الأساسي والأول وهو التاريخ اللي بالمعاصر، لكن للأسف من مدة سنتين ذكرى أو ثلاث سنوات كنت أتفرج على التلفزيون في ذكرى استشهاد شيخ الشهداء، ذكرى الشهيد يوم 16 سبتمبر، والحقيقة سأني ما شاهدت من طريقة تناول هذه الذكرى، فعزمت بكل إصرار إن لن تأتي الذكرى القادمة واللي بعدها إلا وأنا أكون حققت شيء ملموس في هذا الاتجاه. فيلم عمر المختار هو فيلم هوليودي يعتمد على الفانتازيا ويعتمد على الأكشن، نجح في شيء واحد فقط وهو نقل المعاناة التي عاشها الليبيون أثناء مرحلة الغزو الإيطالي، لكن هناك سقطات تاريخية في هذا الفيلم. أنت تبحث عن الأخطاء التاريخية مثلا؟ نعم، الأخطاء التاريخية خلينا نذكر بعض الأخطاء، القصور في الرواية التاريخية، القصور في الرواية التاريخية، خلينا نذكر بعض الأخطاء التاريخية الجسيمة، واللي على رأسها مشهد السيد الرضا السنوسي الذي يقول فيه عمر المختار للرضا السنوسي: اذهب واختبئ مع أخيك وأنتم لم تقاتلوا إلا من أجل امتيازاتكم، من أجل الحفاظ على امتيازاتكم. هذا شيء قبيح الحقيقة، عمر المختار لم يقول هذا الكلام على الإطلاق، عمر المختار مرجعيته السنوسية من يوم ولادته وحتى يوم استشهاده مرجعيته السنوسية. مرجعيته السنوسية، ريت نوضحوا الجملة هذه تحديدا للمشاهد، يمكن حنتطرق لها إن شاء الله. نعم. من خلال الحديث عمر المختار كان يحترم السيد الرضا لأنه هو قائد في الجهاد، لما عمر المختار يكتب نائب الوكيل العام في رسائل الوكيل العام هو السيد الرضا السنوسي،
عمر المختار كان يحترم السيد إدريس ويعتبره شيخه قبل أن يكون قائده في السياسي. فهذه ليس لها أصل تاريخي. هذا يبدأ الفيلم من استلام غراسياني للسلطة. يظهر عمر المختار في كتاب يقري في طلبة أو تلاميذ حفظ فيهم القرآن. عمر المختار لم يكن أبا على إطلاق يوما ما محفظ قرآن، كان شيخ زاوية سنوسية يعين من قبل رئيس الطريقة السنوسية. عمر المختار عين من قبل السيد، صورة غير حقيقية نشوفها في الفيلم، يعني هو شيخ زاوية لم يكن محفظ كتاب. من صلاحيات شيخ الزاوية تعيين محافظ الكتاب. هذا ليس انتقاصا من صورة معلم القرآن، لكن الحقيقة التاريخية عمر المختار كان شيخ زاوية، وهنا وقع النظام في مأزق. يريد أن يظهر عمر المختار شيخ زاوية، لكن شيخ زاوية إيش؟ شيخ زاوية سنوسية. سنوسية، فبالتالي من الأسهل أن يظهر عمر المختار في صورة محافظ قرآن. يبدأ الفيلم زي ما قلنا من مرحلة استلام غراسياني للسلطة. يظهر في الفيلم مفاوضات في خيمة في الصحراء مع بس خليني يعني نقاطعك في جزئية ذي أستاذ يوسف. أيضا شيخ الزاوية حسب ما قلنا في التاريخ كأنه يمثل في قضية حاكم روحي في المنطقة، يعني صحيح هذا في له مرتبة أعلى. هذا تعبير دقيق. شيخ الزاوية، الزوايا السنوسية تمثل أصبحت مناطق نفوذ متلاصقة. شيخ الزاوية يعين الرئيس العام للطريقة السنوسية. الطريقة السنوسية تولى تنظيم الدواخل في أثناء العهد العثماني، ملأت الفراغ السياسي والروحي في المنطقة في مخارج المدن. كانت في برقة مثلا حاضرتين من غازي ودرنا، الباقي كلهم ناس عايشين على طبيعتهم، على سجيتهم. الدولة لا تعلم عنهم شيء إلا في وقت جمع الخراج. الدولة العثمانية السنوسية حلت محل السلطة، ولكنها سلطة روحية كانت زي ما قلت أنت. شيخ الزاوية له حدود، له أراضي يسيطر عليها روحيا. جميع من تحت سلطة شيخ الزاوية يحترموه. شيخ الزاوية هو اللي يعين الإمام المسجد وخطيب الجمعة ويراسل رئاسة الطريقة السنوسية ويستلم منها الأوامر، ويسافر في السنة مرة على الأقل لرئاسة الطريقة، ينظم شؤون أمور المنطقة. وهذا موضوع طويل يحتاج إلى حلقات. نرجع للفيلم. السقطة التاريخية الأخرى أو الخطأ التاريخي الجسيم أن الفيلم يظهر مشهد مفاوضات في خيمة في الصحراء بين عمر المختار وبين لابيلو وداود ياشي. بعد وصول غراسياني للسلطة في برقة لم تحدث أي مفاوضات على الإطلاق، فضلا عن أن تحدث مفاوضات في 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 الصحراء. مفاوضات حصلت كلها ما قبل وصول غراسياني لحكم برقة، عهد شيشلياني والحاكم العام بادوليو وما قبله. ومحور الحديث في هذا اللقاء كان الأجدى مثلا أن يظهر في الفيلم لقاء القمة في سيدي الحومة بين بادوليو الحاكم العام وبين عمر المختار، وعرضت في مطالب الميثاق الأمة الطرابلسية البرقوية. الطرابلسية البرقوية، ونتعرض في كتاب تعرضت للظروف سنتناولها عشان يعرفوا الناس ليش عمر المختار أصدر بيان الشهير باسم الأمة الطرابلسية البرقوية. في هذا البيان يخشى منتج الفيلم أن مثلا أن يطرح مفاوضات سيدي الحومة، لأن مفاوضات سيدي الحومة ملخصة في بيان عمر المختار، وبيان عمر المختار يذكر السيد إدريس بالاسم تقريبا 5 مرات أنه هو المرجعية، وأن لا حديث مع عمر المختار إلا عن طريق السيد إدريس، هذا بلسان عمر المختار. فهذا خطأ تاريخي جسيم. فضلا على الأخطاء التاريخية الأخرى، مثلا عمر شيخ الزاوية كان شيخ محترم، كانت شخصية روحية، كان الناس يحترمونه، يعني يعتبرونه ممثل السيد المهدي السنوسي، وكأن السيد المهدي السنوسي حاضر عندهم، لا يرقصون أمامه، لا ترقص المرأة أمام شيخ الزاوية. هذا المشهد متاع الرقص وهذا يخالف شخصية عمر المختار، يعني كان شخصية حازمة باسمة ودودة، ولكنها شخصية حازمة روحية. يعني هذه مشاهد، العديد من المشاهد، مثلا معارك، حتى طريقة المعارك، حتى المشاهدين اللي شافوا الفيلم قبل وفاتهم رحمة الله عليهم كلهم يقولوا هذا مش هذا، يعني انتقدوا هذا الفيلم. يعني
الناس اللي صنعت الأحداث نفسها. الناس اللي صنعت الأحداث، يعني في واحد الله يرحمه من المجاهدين حضر بعض تصوير المشاهد، قاعد وقف من على الكرسي ويقول له مشكي 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 يقول له. يعني نحن هنا يعني ضروري تظهر الصورة الحقيقية لعمر المختار. الصورة التي طرحت لعمر المختار في هذا الفيلم وفي التدوينات السابقة أعتبرها أنا شخصيا صورة موازية للصورة الحقيقية لعمر المختار، لا تتقاطع معها إلا في كون أن عمر المختار رمز حقيقي وطني مجاهد فذ. عمر المختار لا يمكن النيل من رمزيته ولا من جهاده ولا من صدقه ولا من إخلاصه. ولما نحن اخترنا عمر المختار كرمز فعلا يعتبر رمز لكل المجاهدين من راس جدير إلى مساعد. عمر المختار مثل الـ 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 الإخلاص في الجهاد حتى آخر نفس. نعم، استعرضت في الـ في الـ في الكتاب سيد يوسف عبد الهادي يعني عدد من المراجع أو من الكتب الأجنبية اللي يعني وصفتها بالمحرفة. عندنا الكتب الشهيرة الأجنبية برقة المهدئة من داخل المعسكرات العربية التركية، وعندنا أيضا عمر المختار وإعادة الاحتلال الفاشي. صحيح، مراجع أجنبية أو كتب أجنبية تشوف أن ترجمتها تم تزويرها بالكامل. نعم صحيح، هذه تعتبر أنا أعتبرها خلل، جريمة غير منطقية. يعني أنت تبي تكتب ما فيش، شوف مومسن المؤرخ الألماني أو خبير التاريخ يقول التاريخ لا يكتب بدون حب أو حقد، ممكن، لكن أنك تتعدى وتصل يصل التزييف إلى المصادر الأجنبية في عملية أثناء عملية الترجمة هذا غير منطقي. تو الكتب اللي ذكرناها يعني من أشهر الكتب اللي تكلم عنها موجودة في المكتبة الليبية، خصوصا برقة المهدئة، عمر المختار، وإعادة الاحتلال الفاشل اللي مجموعة من البحاث الإيطاليين كتبوه. هذه خلية اعتبرت خلال الأربع عقود الماضية مصادر رئيسية يستقي منها جميع الطلبة والبحاث والكتاب العرب والليبيين. إذن كل ما قدموه يحتاج إلى إعادة النظر فيه. الذين اعتمدوا على هذه المصادر قدموا طريقة تدوينا سلبيا يحتاج إلى إعادة النظر فيه. وأنا كان هذا هدفي من الكتاب. كتابي هذا كتاب بسيط، مش كتاب عميق، لم ألتزم فيه بالمنهجية المتطلبة في الرسائل العلمية، لم ألتزم فيه بأحجام الفصول بوضع الوثائق في آخر. تفتح الآن في آخر البحث. نعم. بتقول إن راهي الرواية هذه مش هي حقيقية، والآن يبدأ رحلة البحث. أنا هذه هي البداية. حاولت أن أطرق أو أدق ناقوس إعادة البحث، ولنبدأ بتاريخ عمر المختار اللي يعتبر نحن رمزنا البطولي أمام العالم والذي قدمناه. وأنا أخشى وأتمنى أن بعد الاطلاع على هذا الكتاب أن يعود الامتنان على الأقل والشكر للسنوسية، لا أن ننال من رمزنا عمر المختار الذي قدمناه للعالم، وإلا سنصبح أضحوكة. نعم، ذكرت من جديد قضية السنوسية سيد يوسف، وبدري تكلمت على مرجعية عمر المختار وصفت أنها هي مرجعية سنوسية، ونسألتك عن نقطة هذه خليني نبدأ بها في قضية هالشخصية اللي تمثل في رمزية الحرية والمقاومة والنضال. عمر المختار شخصية قوية، من كين يعني مصدر قوة عمر المختار، مصدر حضوره التاريخي والسياسي وحتى حضوره في الوجدان الليبي. عمر المختار توفي والده وفي رحلة الحج، وترك طفلين يتيمين عهد بهما إلى أحمد الغرياني شقيق الشيخ حسين الغرياني شيخ زاوية جنزور السنوسية. أحمد الغرياني والد الشارف الغرياني. فعمر المختار نشأ في كنف الزاوية السنوسية، تولاه الشيخ حسين الغرياني بالرعاية، أدخل كتاب الزاوية قرأ. بعد بلغ عمره 14 أو 15 سنة، لا يزيد عن 16 سنة، أرسله إلى الجغبوب لتلقي العلم في الجغبوب. من وصوله للجغبوب عمر المختار والتقائه بشيخ السيد المهدي وأخذ السند الطريقة السنوسية ودخوله إلى خلوة عمر المختار، وأنا بالمناسبة زرت خلوة عمر المختار اللي عاش فيها 16 سنة في جغبوب قبل أن يهدمها نظام القذافي سنة 84، حين هدم جميع أرجاء الزاوية السنوسية ونبش 19 قبر من قبور العائلة السنوسية، وعلى رأسهم قبر الإمام المؤسس محمد بن علي السنوسي وابنه السيد الشريف والد أحمد الشريف والمجاهد صفي الدين السنوسي والسيد الرضا السنوسي وأمهاتهم وزوجاتهم والأطفال، 19 قبر.
عمر المختار منذ وصوله للجغبوب بقي مع السيد المهدي أكثر من 18 سنة في الجغبوب، ثم سافر مع السيد المهدي إلى الكفرة، ثم سافر مع السيد المهدي إلى ما وراء جبال تيبستي ما وراء الصحراء في أثناء مهمة مقاومة المد الفرنسي، ثم عينه السيد المهدي السلوسي سنة وفاته شيخا لزاوية الكسور، وكان من قبل عين فيها قائم مقام أو وكيل لشيخه. مشى شيخ رسمي إلى زاوية الكسور أثناء هو في مشي زاوية الكسور، وقع الغزو الإيطالي، قام مع مشايخ الزوايا السنسية بصد الغزو الإيطالي، التحق بالسيد أحمد الشريف، ثم التحق بالسيد إدريس، إلى أن استشهد وهو في تبعية السنسية، مرجعية السنسية. عمر المختار لم يعد إلى مضارب قبيلته منذ خرج منها وعمره 14 أو 15 سنة، فكانت مرجعية السنسية. الوقت لا يسع لأن نسرد معك تفاصيل الكتاب، كل صفحة في هذا الكتاب ستجد المرجعية السنسية حاضرة التي كانت تمثل الركن الحصين لعمر المختار وغيره من القادة وكافة المجاهدين في برقة. نعم تفضل. في أيضا البيان اللي موجود في الصفحة 380، البيان الأصلي أو سميناها البيان الأصلي، اللي كان من الحاكم السيشلياني. هذا هو. نعم. هو شوف، كل صفحة من هذا الكتاب لا تكاد تخلو من الكشف عن تدليس أو تزوير حدث في مرحلة معينة أو في حدث معين، منهن بيان عمر المختار الشهير اللي أعلن ونشر في الصحف المصرية الأخبار ومقطم، وفي الصحف الشامية صحيفة الألف باء السورية نشر هذا البيان في وقته. عمر هذا البيان تم تحريفه بشكل متعمد خلال 4 عقود الماضية، وتم تحريفه جمل تحديدا اللي تم تحريفه. أنا عندي الآن في الصفحة 380 البيان الأصلي إلى أهالي برقة يبدأ: لقد ذقت من شهر أبريل. أنت هنا تحكي على بيان سيشلياني. نعم. نجاوبك على بيان سيشلياني، لكن نحكي على بيان عمر المختار. بيان سيشلياني هذا بعد نيان فوضت مع عمر المختار، ألقت الطائرات الإيطالية هذا البيان، يقول ان عمر المختار قد عاد خان العهد وعاد الى 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 الحرب والى اراقه الدماء جديده. نعم، قد خان العهد وعاد الى اراقه الدماء وعاد باسم ادريس السنوسي. لا، هذا البيان الاصلي. نعم، لكن البيان لم يقدم على هذه الصوره في الكتابات الماضيه. البيان الاصلي الحقيقي وفي صوره منه في الكتاب يقول ان عمر المختار قد خان العهد وعاد باسم إدريس السنوسي والسنوسية إلى إراقة الدماء من جديد. بيان عمر المختار الشهير، كل الكتابات الماضية لم تتطرق إلى 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 البيان كامل، لم يرد أي شخص البيان كاملا إلا في كتاب واحد وطبع في مصر. البيان لأن يذكر فيه عمر المختار أن مرجعيته هو السيد إدريس، أميرنا السيد إدريس، صاحب الأمر ومولاه السيد إدريس، من بيده الحل والعقد السيد إدريس في هذا البيان. فتنشر نتف من هذا البيان لا ينشر كأني نفهم الآن من خلال نقاشنا وحتى من خلال قراءة الكتاب سيد يوسف عبد الهادي، أنت بتقول أن الحلقة المفقودة في شخصية عمر المختار هي علاقته بالسنوسية. سؤالك الأول، الحقيقة المغيبة هي السنوسية في حياة عمر المختار، هذا 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 خلاصة هذا الكتاب. لو نمشي بك للفصل السادس اللي بعنوان حطم السنوسية، الفصل السادس لما أنت تقرأ الكتاب كله وتقرأ الفصل السادس بشكل منفصل، يعني كأن الفصل السادس يلخص في كل الأحداث التاريخية إذا كانت قراءتي دقيقة جدا. الفصل السادس اللي أنا عنوانته بحطم السنوسية، ديليندا السنوسية، الشعار الروماني القديم، هذا 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 هو فعلا يلخص حقيقة علاقة المجاهدين والمنظومة البرقوية السنوسية بمرجعيتهم السنوسية. نعم، حنحكوا عن النقطة هذه بتفصيل أكثر سيد يوسف عبد الهادي، لكن خلينا مشاهدينا الكرام نطلع فاصل قصير ونرجع من جديد. أهلا بكم من جديد، وخلوني نرحب بضيفنا الأستاذ يوسف عبد الهادي، الكاتب والباحث ومؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة. قبل الفاصل تكلمنا عن الفصل السادس
اللي يلخص في جزء كبير أو يلخص في الصورة العامة للأحداث التاريخية، واللي أنت بديتها بالشعار الروماني القديم حطموا السنوسية. نعم، قبل ما نطرق لهذا الفصل أو الحديث عن هذا الفصل، من خلال هذا الكتاب أنا حاولت حتى وصلت إلى هذا الموضوع، حاولت أن أصنع بانوراما أو مشهد للأحداث يتناسب مع السرد العام. حاولت أن أستدعي الظروف التي سبقت الحدث. لما تحدثت عن بنتحدث عن البيان في آخر الكتاب، بيان عمر المختار باسم الأمة الطرابلسية البرقاوية، فتطرقت قبلها في فصل من الفصول إن كيف حدث الانفصال بين برقا وطرابلس، وكيف حدث الوئام بالبيعة الطرابلسية للسيد إدريس، وبناء عليها صدر عمر المختار باسم البيعة الطرابلسية أو باسم الأمة البرقاوية الطرابلسية. حاولت أيضا استنطاق الوثائق واضحة في سياقها الزمني والموضوعي لأجل معالجة بعض الإشكاليات التاريخية التي حاصلة في أذهان بعض الكتاب والبحاث والمؤرخين. أحيانا الوثيقة تجد ميتة أو وثيقة صامتة يسموها، موجودة تقرأها ما تستنبط منها شيء، لكن لما توضح في سياقها تتحدث تنطق بالكثير في مكانها الصحيح. السياق الزمني والظروف التاريخية. حتى وصلنا استعرضنا كل ما حدث من الظروف الصعبة، وصول السيد إدريس مع عمر المختار تبعية للسيد إدريس خلال فترة الهدنة. يعني كتاب يقول لك أن عمر المختار تجنب شيخ الطاهر الزاوي، يقول أن عمر المختار بعد بدء محادثات الهدنة مع إدريس السوسي والعيطاليين اعتزل وبقي مكث في بيته. أيضا هذه نقطة حنتكلموا بشكل مفصل على قضية الطاهر الزاوي. منين على ماذا استند عمر المختار من يوم استلام السيد إدريس السلطة في برقة؟ عين على طول وكيل له، وتم يوقع في رسائل باسم وكيل السيد إدريس، عمر المختار وكيل السيد إدريس، وأرسل في أول وفد إلى مصر ليرسل رسالة المكمهون كما أسلفنا من قبل، وبقي مع السيد إدريس. وتجد رسائل في تلك المرحلة يخاطب في السيد صفي الدين نائب الأمير بسيدي وأستاذي وعدتي وملاذي، وسيدي وأستاذي وعمدتي وملاذي، ويذكر لما يذكر السيد إدريس في هذه الرسائل يقول رضي الله عنه. هذا كله أورد بعض عينات من هذه الوثائق في هذا الكتاب. وبقي مع السيد إدريس إلى حين سقوط الهدنة، انهيار الهدنة بين إيطاليا والسنوسية. وتابع السيد إدريس لحقة في مصر، كانوا متفقين إن بعد ما نوصل مصر تلحقني غادي، بعد ما بعثها للجبل يستطلع في أحوال الجبل بحيث يتبع إلى مصر، ومشى لمصر ونظم معها الأمور ورجع. ستجد التسلسل الزمني والموضوعي لهذه الأحداث. فمثلا حاولت أعالج هذه الإشكالة التاريخية، إشكالية السيد أحمد الشريف والسيد إدريس السنوسي، كيف السيد أحمد انسحب وترك المجال للسيد إدريس. هذه كلها لم تكن خارج الموضوع، لكن كانت ضرورية لفهم المشهد العام للأحداث والسرد الموضوعي، السرد العام يسموه المؤرخين. حتى وصلت إلى الفصل اللي تحكي عليه أنت وحطموا السنوسية، وهذه العبارة قالها غراتسياني مش أنا اللي كتبتها. غراتسياني يقول لا، حال وصوله، يوم وصوله إلى برقة يقول إني أعلنت شعار كاتوني القديم وهو حطموا السنوسية، ديليندا السنوسية. هذا الشعار الرومان استخدموه لتحطيم قرطاجنة لما حن بعل عبر البحر ووصل إلى جبال الألب ويريد غزو روما، وانكسر في ثلوج جبال الألب. الرومان بعد أن أفاقوا من صدمة وصول حنبعل إلى أبواب روما أعلنوا شعار وهو حطم قرطاجنة، وغزوا قرطاجة لدرجة أنهم جلبوا معهم أطنان من الملح سكبوها في أراضي قرطاجة الخصبة حتى لا ينبت فيها العشب انتقاما من قرطاجنة، حطموا قرطاجة، لأن هذا أصبح خطر العدو اللدود لهم والخطر على الإمبراطورية الرومانية. غراتسياني يقول يجب أن نستعير هذا الشعار ونعلن حطموا السنوسية،
ويستعرض هذا الفصل الإجراءات التي اتخذها كرستياني ضد الزوايا السونسية وضد كل من يتعاون مع السونسية أو يتواطأ مع السونسية ضد أصبحت السونسية هي العقدة التي خنقت الولاية الإيطاليين جميعا. كل والي تقعد عنده مشكلة يأتي مشكلته هي السونسية. فكرستياني أعلن الحرب الشديدة على السونسية وبأوامر بادولي وبأوامر دبون وزير المستعمرات وتحت رعاية موسوليني أعلنت الحرب الشاملة على السونسية. هذا جزء أيضا من الحقيقة المغيبة لما ما طلعتش في فيلم عمر المختار. نعم. طيب يعني في قضية العلاقة السونسية بقادة المقاومة بعمر المختار إلى آخره، في أيضا حادثة شهيرة يعني بعد ما طاحت الكفرة وبدوا الطليان في قصة الشبردك وبدوا فيها الموضوع هذا كله، بدوا يسألوا يعني قادة المقاومة وقادة الأدوار يتساءلوا عن جدول استمرار في الحرب والقتال، ومشيوا لعمر المختار وطلبوا منه أنه هو يرفع بيان أو رسالة للسنوسية بحيث أنه شن الحل الآن، شن نقدر نديره، هل ممكن يكون نوقف كل شيء يكون هو أجدى؟ صحيح، هذه هي يعني تعتبر عنوان لولاء هؤلاء القادة والمجاهدين الكبار للسنوسية، واعتبار أن السنوسية هي مرجعيتهم الضامنة. ستجد كثير من الوثائق تدل على انتماء هؤلاء المجاهدين إلى السنوسية وضاعتهم لقادتها واعتبارهم أن هي محركهم وحافزهم في الجهاد. يعني لما تجد بحث قبل، رغم أن القادة مش من نفس القبائل، خليك يعني متذكر هذه النقطة، لما جد بحث مصدر قوة عمر المختار لما واجهوه زعماء من الجبل الأخضر، زعماء أكبر لم يعد يروا من الجد والاستمرار في هذه الحرب، وحاول الضغط على عمر المختار لم يستطيعوا. ليش؟ لأن عمر المختار مرجعيته السيد دريس، عنصر قوته في هذا الوقت السيد دريس. لما فضيل بعمر الأوجلي جاء من الصحراء ورأس دور العبيدات والحاسة في الجبل الأخضر، كيف طعوا له؟ لأن معين قبلوا به يعني بكل بساطة، لأن معين من قبل السنوسية. قجة السوداني لما تشادي جاء من تشاد دور العواقير، نعم، ورأس أكبر أدوار برق البيضة، نعم. ليش طعوا له أهل المنطقة؟ ما فيهمش زعماء؟ لا، لأن حطتها السنوسية، إذن هذا هو الصواب. هنا مصدر القوة التي تجاهلها الكتاب إما عمدا أو قصورا أو سهوا. أنت سألتني سؤال عن وثيقة، نعم. هذه الوثيقة تجسد طاعة هؤلاء في زي ما قلت أنت قبل استشهاد شيخ الشهداء بستة شهور فقط، في مارس تحديدا بدأ غراسياني يبني في سلك الأسوار الشائكة بين شبردك بين ليبيا ومصر، وسخر فيه البؤساء الذي جلبهم من المعتقلات. بعد سقوط الكفرة، كانت الكفرة قد سقطت، المجاهدين، هذه حسب رواية الشيخ عبد الحميد العبار موجودة مسجلة عندي بصوته، تسجيل صوتي صوتي عبد الحميد العبار، الشيخ عبد الحميد العبار يقول أن الضباط الأدوار اتصلوا بي وقالوا لي يمكن تحكي مع استعمار لعل وعسى أن خلاص الرجل أصبح يسقط منه ميتا من شدة يعني الجوع، نعم. وحملوا، كانت قبائل برقة قد سيقت للمعتقلات، الممول الرئيسي للأدوار كانت القبائل البرقوية، هذا ما فيها شك، وسيقت إلى المعتقلات. فيقول أن الضباط اتصلوا بي وقالوا لي أفتح هذا الموضوع مع سيدي عمار، فسيدي عمار جاء عبد الحميد العبار وحكى مع الشيخ عمر المختار، فقال له عمر المختار بادر، قال له الكلام هذا قال لك يوسف بورحيل، قال عبد الحميد يبدو أن يوسف بورحيل فتح الموضوع قبلي، فقال له لا والله ولكن هؤلاء ضباطك وجنودك، فقال له خلاص ما عنديش مشكلة، اكتبوا مذكرة بهذا الخصوص ولن يكون إلا ما تريدوا. فكتبوا مذكرة غريبة، وفي هذا الكتاب أول مرة يتم تجميع هذه المذكرة بتوقيعات وتسليط الضوء عليها على هذه الصورة. توقيعات قادة الأدوار، قادة الأدوار أكثر تقريبا ما يقارب 80 ضابط وزعيم وشيخ،
يعني شن كانت مطالبهم؟ منهم خليني نسمي لك منهم خليل بوجار الله، بوشعراي الشلوي، عبد الحميد العبار، يوسف بورحيل، حمد بوخير الله البرعصي، بوعزيزة المصماري، صالح مطير، كافة المجاهدين العوام، عبد الرزق العوامي وغيره، محمد العوامي، الوكواك المجاهد الشهير، اللواطي حسين اللواطي، خير الله الشويخ العبيدي، محمد العقيلي، عبد السلام فركاش، بوشعراي الجاز، جميع مجاهدين المسامير، النجي النمر، خير الله الشويهر، كل الضباط الذين كانوا في الأدوار وقعوا على هذه العريضة. هذه العريضة إيش يقولوا فيها؟ يقولوا إلى السيد، شوف العبارات، إلى السيد عمر باشا المختار النائب العام لسادتنا السنوسية رضي الله عنهم، ويقولوا لأن نحن قمنا بهذا الجهاد طبقا لأوامر سادتنا السنوسية رضي الله عنهم، وكانت الإمدادات المعنوية بأمداد الحضرة النبوية، السنوسية تسمى عندهم بالحضرة النبوية والحضرة المحمدية والطريقة المحمدية، والإمدادات المادية كانت تأتينا من رجال القبائل، ورجال القبائل الآن في المعتقلات، وكانت المحصلات التي تأتينا كذا كذا مليون ليرة، والآن أصبح لا حول ولا قوة إلا عون الله، وكانت تأتينا البشائر وما زالت تأتينا البشائر من سادتنا السنوسية رضي الله عنهم بالنصر القريب، ولكن هم أرادوا من خلال المذكرة أن يتشاور السيد عمر المختار مع أمير السيد دريس وينهي، ربما تنتهي مرحلة إلى هذا الحد، ويقولوا له بلغ هذا إلى سادتنا الكرام، وإن لم تفعل سنحاسبك غدا بين يدي الله. عمر المختار استلم المذكرة، إيش كتاب عليها؟ صدقها، موجودة هي، تجدها في بعض المصادر، لكن تجد صورة فقط لا أحد يشرحها. يقول بعد الاطلاع على هذا التحرير، عمر المختار يقول بعد الاطلاع على هذا التحرير وإمعان النظر فيه وجدناه مقيدا لجميع الحادث اليوم في الأدوار، وقد صدقنا عليه، شوف، ونرجو من سادتنا عدم المؤاخذة في سوء أدب يوم السنوسية، فهذه الأمة ممدودة الأيدي إلى سادتها الكرام وهم أهل الفضل والإنعام والسلام، غلام الحضرة السنوسية عمر المختار. بهذا الوصف يصف نفسه بغلام الحضرة السنوسية عمر المختار. نعم. زي ما أنت شايف، هذه قبل استشهاد شيخ الشهداء وفي الأختام وتوقيعات، وهذا قيس على عمر المختار وعلى عبد الحميد العبار وعلى المجاهد الشهيد يوسف بورحيل وعلى كافة ضباط الأدوار، علاقتهم يعني المعقدة بالسنوسية، أي نعم العميقة، لما استشهد شيخ الشهداء الطائرات ألقت بيان من جراتسياني يقول فيه إن عمر المختار الذي كان يقودكم إلى الخراب قد مات، وعليكم أن تسلموا أنفسكم. أحد المجاهدين وجد نسخة من هذا البيان، قلبها وكتب عليها إلى جراتسياني قبح الله وجهه، لا تظن أن السنوسية ستهزم، بل نحن السنوسيون سنكون من يفصم رقبتك. وهي السنوسية عينت سيدي يوسف برحيل بعد استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، بعد سقوط عمر المختار مباشرة عبد الحميد العبار وخير الله العبيدي كتبوا رسالة ثانية يوم سقوطها في الأصل قبل أن يشنق، كتبوا إلى الأمير السيد دريس أن خادمكم الذي يقود المرحلة قد حدث وحدث، يعني ماذا سنة هذه سقطت بأيدي الإيطاليين الرسالة في بريد أحد الاستعاء، يوسف برحيل بمجرد استشهاد شيخ الشهداء أرسل إلى السيد دريس على الفور رسالة منشورة حتى في كتاب جراتسياني، فكانوا هؤلاء الرحالة المسلم كنود هولمبو لما وقع في أصر في 1930 في أصر سرية من المجاهدين أرادوا أن يعدموه، لما اكتشفوا أنه مسلم ضيفوه وبعدين جاءوا ودعوا فيه، قال لهم أنا ماشي لمصر، قالوا له نبوا منك شيء واحد، قال لهم شنو؟ قالوا له أن تصل إلى السيدي إدريس في القاهرة، سيدي إدريس، وتقول له نحن على العهد وسنقاتل حتى آخر رجل. قال لهم ألا يقودكم عمر المختار؟ قالوا له نعم، ولكنه بوصفه نائبا للسيد إدريس. فهذا الشعور
وهذه الثقافة كانت سائدة عند كل رجال البرقة السنوسيين. هذا ما حاولت أن أوصله من خلال هذا الكتاب، من خلال مصادر الإيطالية والأجنبية والمراجع والوثائق والصور. وأشكر بالمناسبة صديقي الدكتور أبو بكر البدري الذي وفر لي العديد من المصادر الأجنبية رغم انشغاله كطبيب في ليفربول، لكن ما قصر، كل ما أرسل أطلب أحد هذه المراجع يشتريه بالعملة الصعبة ويصور لي الصفحات المطلوبة ويرسلها لي، بارك الله فيه. نعم، نصل في قصة الطاهر الزاوي وأنت أفردت له مساحة في الكتاب في الصفحة 531، تعليق طويل عندك على الطاهر الزاوي وعن التدوين التاريخي. هو أنا ما قصدتش الطاهر الزاوي في 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 شخصه، ولكن قصدت كتاب الطاهر الزاوي، ما كتبه الطاهر الزاوي. نعم، وخاصة كتاب عمر المختار، لأن كتابي هذا يتحدث عن عمر المختار، وكتاب الطاهر الزاوي المسمى عمر المختار هذا يعتبر من المصادر الرئيسية اللي يستغ منها البحاث، فأردت أن أسلط الضوء على هذا الكتاب وما فيه من قصور ومن تدوين سلبي حتى ينتبه البحاث لهذا الموضوع، ربما يكون محل دراسة، دراسة البواعث والأسباب والنتيجة التي أدى إليها هذا 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 التدوين الخطير. الشيخ الطاهر الزاوي كان موجود في مصر سنة 34 بعد استشهاد شيخ الشهداء وانتهاء المقاومة، كتب كتاب باسم مستعار اسمه أحمد محمود، سمى روحه أحمد محمود، وهذا الكتاب لم ينال أي رضا من قبل المجاهدين، حتى خصوم السيد إدريس يعني عابوا على هذا الكتاب، وقدم لعبد الرحمن عزامي كتاب ونال سخط المجاهدين والسيد، وخطورة الكتاب أن اتهم السيد إدريس بالسرقة في شخصه، فالسيد إدريس رفع قضية على مؤلف الكتاب، على المطبعة اللي طبعت الكتاب، فجابوا أحضروا المؤلف، اكتشفوا أنه هو الشيخ الطاهر الزاوي. هذه قضية موثقة؟ هذه موثقة، كل شيء موثق موجود، والمراجع أنا تكلمت من خلال مراجع ومصادر على البحاث أن يعودوا للأصول، عرفت؟ نحن لا نقيم محاكمة للنوايا، لكن ما ورد في هذا الكتاب شيء الحقيقة شيء غير منطقي، منطلقه هو الحقد الشخصي، هذا ظاهر واضح جدا. السيد إدريس رفع قضية، أول ما اكتشف أن هذا المؤلف ليبي ومن المهاجرين أوقف القضية، لم يستمر فيها السيد إدريس، وقال كلمة مشهورة في رسالة خاصة إلى عمر شنيب، يقول له لم يطوعني قلبي أو أن أقاضي أحد إخواني طرابلسيين وكلانا في بلد الهجرة، يعني بعد اكتشفت من هو المؤلف، وانتهى الموضوع لهذا الحد. بعد انقلاب سبتمبر أعاد الشيخ الزاوي طبع الكتاب وحمل فيه من العبارات الغير اللائقة بخصوص سيد إدريس، وصفه بالمومياء وغير في الكتاب، رد كان فيه الشيخ محمد الأخضر العساوي والمجاهدين، ردوا محمد حسن طرابلسي عبد القادر باللمين الزنتاني، هذول المجاهدين من طرابلس، هذول يردوا على الطاهر، على صاحب كتاب الحلقة الأخيرة اللي هو عمر مختار أحمد محمود. ولكن الشيخ بعد انقلاب سبتمبر إعادة طبع الكتاب، ضمن من جديد تهم أخرى للسيد إدريس، وعدل بعض الأحداث في كتاب الأول ولم يشر أنه عدل. فهذا أنا سلطت من خلال مقالة من 8 صفحات، هي مقالة وليس بحث تاريخي، لكن معزز بالمصادر والوثائق، وعلى البحث أن يعودوا إلى المصادر الأصلية وممكن يجعلوا منا محل دراسة. شنو اللي يضمن يعني أن ننجح في قضية إعادة قراءة التاريخ بشكل موضوعي في الظروف التاريخية؟ الآن كتاب عمر المختار حقيقة المغيبة قاعد يعني ينفض في الغبار عن الحقائق والوقائع التاريخية، لكن كيف نضمن أن فعلا يتشكل وعي تاريخي حقيقي عند الرأي العام وعند النشء وعند الجيل الجديد في قضية التاريخ؟ لأن التاريخ هو اللي إطار اللي مازال يشك في حضرنا إلى الآن. هو شوف، هي كتابة التاريخ مسألة صعبة جدا، لكن التاريخ المعاصر يتميز بأن وثائق متوفرة، ليس مثل التاريخ القديم أو التاريخ الوسيط، هذا وثائق متوفرة وشخوصة غالبا ما تجدهم أحياء أو رواة بالتواتر عنهم ما زالوا أحياء، فيعني تقدر، لكن يعتمد مبدأ الشفافية في كتابة التاريخ،
يعتمد مبدأ تحري الحقيقة بقدر الإمكان لصنع لوحة فسيفساء كل مرة يضيف لها واحد قطعة قطعتين حتى يتكامل المشهد لالتماس العبر وليس للحط من شأن الآخرين. هذا يكون مبدأ. وشوف بدون بعيدا عن السفسطائية ومحاولات شرح الهوية وإقامة ندوات على شرح الهوية الوطنية وواحد يتكلم على الزي واحد يتكلم على التاريخ المغلف القدم ولا التاريخ والهوية الوطنية للدولة القطرية وليس الدولة الأممية الدولة القطرية اللي هي داخل الحدود اللي هي مستقلة زي ليبيا توا. أول مرتكز في شرح معنى الهوية هو التاريخ المعاصر لهذه الدولة التاريخ المشترك التاريخ المشترك المعاصر للتبلورت منه هذه الدولة التي نعيشها وفيها عالم الآن يرفع في المحافل الدولية ولها حكومة ولها سفارات تمثلها في العالم الخارجي ونعيش فيها نحن نتشارك فيها أفرحنا وأتراحنا. هذه هي الهوية الآن. نعم. فهذا هو هذا هو المجدي هذا هو المجدي يجب يجب الانطلاق في عملية إعادة كتابة التاريخ. خليني انقل لك رأيي على قضية شخصية عمر المختار. في اللي يقول لك أستاذ يوسف عبد الهادي عهد سبتمبر القذافي أشهر عمر المختار خصوصا تشغل على الفيلم هذا أشهر من النار على العالم. في المقابل العهد الملكي والملكية لم تتناول شخصية عمر المختار على الإطلاق. لكن السؤال هذا حنتناقشه فيه نطلع فاصل قصير وما زلنا مستمرين في نقاشنا في الجزء الأخير مع الكاتب والباحث يوسف عبد الهادي ومؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة لكن بعد الفاصل. أهلا بك من جديد. إذن عمر المختار الحقيقة المغيبة، وخلينا نرحب بضيفنا من جديد السيد يوسف عبد الهادي مؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة. قبل الفاصل سألتك أو نقلت لك رأي يعني اعتراضي، يقول لك برغم كل هالأخطاء اللي في فيلم المختار إلى آخره لكن اللي دار نظام سبتمبر نظام القذافي أشهر عمر المختار في كل أنحاء العالم. الشيء هذا ما دارتش الملكية ما أعطتش المقاومة والجهات حقها في النشر الإعلامي وفي تقديمها للعالم على مستوى محلي وإقليمي وعربي. وصحيح السؤال هذا سمعته من أكثر من واحد وقريته حتى على صفحات الفيسبوك وكذا، لكن هذا يعني عادة ينتج من خليني نقول بصراحة قصور في الإدراك. عمر المختار المالي المملكة كرماتها يعني جابتها من وسط قبور مقبرة سيد عبيد ودارت له ضريح في وسط البنغازي ودارت ميدالية اللي اسمها ميدالية عمر المختار منحت للمجاهدين كوسام تكريمي. لكن في جزئية مهمة، رفاق عمر المختار معظمهم الذين بقوا على قيد الحياة من معارك الجهاد معظمهم حضروا العهد الملكي وكرمهم العهد الملكي وانشئت لجنة المجاهدين رفاق عمر المختار ورأسها عبد الحميد العبار ومنحوا كلهم نوط عمر المختار وجعلت لهم مرتبات يعني تكفيهم مؤونة السجداء. وكانت فيه مشكلة وقع فيها العهد الملكي وهي أن العهد دخل على مرحلة بناء وحمل مشروع مصالحة، فإذا كتب التاريخ في تلك المرحلة والمجاهدين موجودين أحياء ومن تعاون مع الإيطاليين موجودين أحياء ومن كانوا في الحزب الفاشيستي موجودين أحياء، فهنا إذا طرح التاريخ خلينا نقول أي كلام زي ما طرح خلال 4 عقود الماضية المجاهدين حيقول لك مش هذا التاريخ اللي حضرناه مش هذا. وإذا طرح كما هو ستتصادم الناس في بعضها، هذا موضوع خطير جدا وانت في طور المصالحة وطور البناء وتكوين الوطن ولم الشتات مش في ما في 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 طور أو في حال انك تفرق بين الناس. فترك العهد الملكي وعلى رأسهم السيد إدريس السنوسي تركوا إلى التاريخ أن يكتب نفسه فيما بعد عندما تزول كل العوائق. سيد إدريس السنوسي يحكي لي إدريس أبو سيف
رحمة الله عليه الحاج إدريس بوسيف مدير مكتب الملك إدريس، إحدى زياراتي له فحكى لي قال لي كنت حاضر مع محمود المنتصر في حضرة الملك رحمة الله عليه، فقال له محمود المنتصر يا مولانا أنت القلب اللي إدريس بوسيف طبعا يعني رواية شخصية منه شخصية مباشرة. نعم فقال له يا مولانا محمود المنتصر أنت القلب اللي دار عليك رحل الجهاد وتكوين الدولة الليبية، لماذا لا تكتب مذكراتك أو تملي على إدريس بوسيف أو يسألك إدريس بوسيف ويدون إجاباتك؟ فقال إدريس بوسيف قال مولانا رد ونقر قلبي هكي بسببته على رأسه، وقال له يا محمود بي أنا تاريخي كله في رأسي موجود، لكن أنا مش كيفكم، أنا لما نتكلم نرفع ناس ونواطي ناس، وأنا نحب إلى نمضي إلى ربي ما جرحتش إنسان. فكان الملك إدريس ومن مع يحاول تجاوز هذا الماضي ودفع الناس الانطلاق إلى تكوين مستقبلهم، بالإضافة إلى أن الاهتمام العهد الملكي بعمر المختار سيبرز وكأن اهتمام بالشرق دون الغرب، اهتمام بشخص من أبرز القادة السنوسية وترك الرموز الموجودة في غرب البلاد وفي جنوبها، فكان هذا موقف محرج للعهد الملكي. معروف أن النظام السابق ما قام به بشخص عمر مختار هو مزايد على إدريس السنوسي، هذا كان منطلق النظام السابق. نعم طيب، في رسالة في مجلة عمر المختار، رسالة صدرت بمناسبة 50 سنة على إعدام عمر المختار اللي كان حادثة الإعدام. نعم رسالة واردة في الكتاب. نعم صحيح، رسالة من عمر المختار لأحمد الشريف يقول لنا السيد إدريس هرب إلى مصر وأنت بقيت في الحجاز وتركتونا في النار، يعني تركتونا وسط النار. وهذه في مجلة عمر المختار اللي صدرت من صحيح. نعم الرسالة موجودة يعني في مجلة عمر المختار 81. صحيح هذه مجلة رسالة، وهذه للأسف هذا النص وليس الرسالة، النص المفترض أن هو نص لرسالة لم تظهر حتى الآن ولم تظهر صورة حتى الآن، وهذه الرسالة التي سممت أفكار الناس عن العلاقة بين إدريس السنوسي وعمر المختار طيلة الثلاث عقود الماضية من 81. يعني النص موجود والرسالة غير موجودة للأسف وتم نشرها بأوامر من رأس النظام، وهذه الرسالة تعتبر في حكم التاريخ يسموها الوثيقة الشاذة. نحن خلينا أن تطلع حتى نشوفوا مدى الركون إليها ومدى صحتها ومدى لن تظهر الصورة، لم تظهر ولن تظهر أعتقد. يعني عبارة عن نص يتم تناقله. هذا نص هو نص ورد في هذه المجلة وفي هذا الكتاب، واللي يخالف كل الوقائع التاريخية. ليش يخالف كل الوقائع التاريخية؟ لأن شاذ. خليني نعطيك هذه النص هذا يتحدث عن أن هذه المذكرة رفعت لأحمد الشريف بعد عودة عمر المختار من مصر من لقاء بالسيد إدريس، لأن السيد إدريس نظم ضلعنا ودموعنا على خدودنا. السيد إدريس نظم شؤون الأدوار قبل ما يطلع، عين التعيينات العسكرية والقيادات وكذا، وأرسل عمر المختار إلى الجبل وكلف بعدة مهام وقال له استطلع الأمور وبعدين ألحقني عطيني ما توصلت إليه، وبالفعل بعد شهر واحد من وصول السيد إدريس إلى القاهرة لحق بعمر المختار وبقي في ضيافته 12 يوم. أسمع الوثيقة الواردة بالنص والصورة ماذا تقول. هذا تقرير أرسل عمر المختار لمن نقرأ من المطلع متاعه. نعم أرسل للسيد صفي الدين بعد عودته من مصر وقوع معركة بير الغبي، يشرح له في ظروف وقوع المعركة وماذا حدث بينه وبين السيد إدريس، وهذا من وثائق الأستاذ سالم الكبتي. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عمر المختار يخاطب في نائب الأمير، كان السيد صفي الدين هنا يشغل مهمة وظيفة نائب الأمير في منطقة طرابلس، ممثل السنوسية في طرابلس، ممثل السيد إدريس في طرابلس، ممثل الأمير لفظا. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا عمر المختار يقول بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد سيدنا وملاذنا ومولانا الأفخم السيدي محمد صفي الدين بن سيدي السيد محمد الشريف رضي الله عنهم. نعم سيدي قد وصل إلينا مشرفكم العزيز وخطابكم الوجيز، يبدو أن كان أرسل رسالة، وفهمنا سيدي ما تضمنه من لذيذ خطابكم، وحمدنا الله سيدي على سلامتكم وعافيتكم. نعم سيدي
فرحنا الحمد لله بنصر المسلمين على أعداء الله الكافرين. كل ذلك سيدي بمددكم ومدد أولياء النعم اللي هم السنوسية، وإن شاء الله منصورين. نعم سيدي، وقد اجتمعنا بالسيد سيدي محمد إدريس رضي الله عنه في مصر الجديدة بتاريخ 13 من شعبان، والسيد اللي هو إدريس الحمد لله بحال الصحة والسلامة، ومكثنا معه 12 يوما، وهو الحمد لله ساع في مصلحة الإسلام والاجتهاد بالسر والجهر. هذا رأي عمر المختار في السيد. تبي تقول أن السياق هذا يتناقض ويترضى عن السيد إدريس في هذه الرسالة مرتين، ويترضى عن الرضا السنوسي مرتين. شوف يوم معركة الغبي، ما أن وصل عمر المختار إلى موقع الغبي جنوب طبرق، وجلس كان هو مشاه، هو علي باشا العبيدي، هو مشاه هو ويوسف رحيل. هنا فيه قولان، ولكن أعتقد أن السيد عمر المختار هناك قول يقول أن الذين وصلوا إلى القاهرة يوسف برحيل وعلي باشا العبيدي وعمر المختار، وفيه رواية تقول أن الذي وصلوا علي باشا العبيدي وعمر المختار ويوسف برحيل انتظرهم في بئر الغبي. يوم وصل عمر المختار إلى المخيم في بئر الغبي، جلس يدون الأوامر التي اتفق عليها مع أميرة في مصر، طوقتهم القوات الإيطالية وحدثت معركة بئر الغبي. هنا في رسالة مدونة من وثائق أسرة الحلافي، بارك الله فيهم زودوني بها، رسالة مدونة من عمر المختار مدونة يوم معركة بئر الغبي، إيش يقول عمر المختار فيها؟ هذا في الرابع من رمضان الموافق 20 أبريل بعد عودته من مصر، 23 مازال على الحدود، مازال لم يعلم عمر المختار حتى الآن بما وقع بعد في انهيار الهدنة وهجوم الإيطاليين على المعسكرات السنوسية. نعم، إيش يقول؟ موجه إلى محمد الحسين الإحلافي، يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدى علمكم اجتمعنا بالسيد بمصر الجديدة اللي هو سيد إدريس، ووجدناه بحالة الصحة والعافية لله الحمد والمنة، وقد عينكم قاضيا بدور خولان وعلي باشا العبيدي وكيل بالدور المذكور. لاحظ الجملة الخطيرة: فعلى هذا يلزمكم القبول. فعلى هذا يلزمكم، ما فيش خيار، وهذا خيار. يمشي بينا من جديد، يرجع بينا من جديد أستاذ يوسف لقضية العلاقة بين السنوسية وبين الناس اللي صنعت الأحداث التاريخية في هذا الوقت. نعم 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 نعم، هي هذه هي المرجعية الضامنة. عمر المختار لما كان همه واحد، عمر المختار هو بقاء السنوسية على قيد الحياة. لما اجتمعوا في الجيش بهذا الوضوح، هذا الوضوح، انت شوف فصل المفاوضات، مفاوضات الجبل اطول فصل في الكتاب، 11 جلسة مفاوضات تقريبا، 10 او 11 خاضن عمر المختار مع الايطاليين. وحتشوف التسلسل الزمني والموضوعي لهذه الاجتماعات من خلال قراءتك المتسلسلة للكتاب. في كل اجتماع عمر المختار هدف واحد: المحافظة على بقاء السنوسية. وخاصة عمر المختار لما شاف ما حدث في برق البيضة، لما انفصمت العلاقة بين السنوسية وقبائل برق البيضة نتيجة الجهد اللي بذله الضابط الكومنداتور أولمي والشرف الغرياني في محاولة تنفيذ رغبة تروتسي في إقرار السلام في برق البيضة، انهارت المقاومة، وقف القتال في برق البيضة نهائيا. بسبب إيش؟ بسبب أن الشروط الإيطالية للمفاوضات مع القبائل وخاصة المغاربة وجزء كبير من العواقير أن تكون بمعزل عن السنوسية، وأن لا يحضر اجتماع أي شخصية سنوسية، وأن لا يطرح موضوع السنوسية. القبائل المنهكة وافقت على هذا الشرط، استفردت بها إيطاليا وانتهى القتال في خلال أيام في برق البيضة. عمر المختار كان ملاحظ لهذه النقطة، ولذلك جميع الشروط اللي وضعها في المفاوضات المحافظة على كيان الطريقة السنوسية. تخيل في اجتماع الجيجب، لما أول ما اجتمعوا به الإيطاليين في ثاني اجتماع في الجيجب في نجع علي باشا العبيدي، وكل المفاوضات حدثت في الجبل الأخضر، لم تحدث مفاوضات في صحراء ولا في خيمة، كل حدث في الكسور، في نجع علي باشا العبيدي، في الشليوني المرج، في سيدر حومة، هذه الأماكن اللي حدثت فيها المفاوضات ومتسلسلة وموجودة في الوثائق الإيطالية وفي المصادر وفي المراجع.
فلما اجتمعوا مع أهل المجاهدين في نجع علي باشا العبيدي، وحاول بعض الزعماء أن يقنعوا عمر المختار مع الضابط الإيطالي مع المتصرف الإيطالي أن الحالة لم تعد تسمح باستمرار القتال ويجب أن تستريح الناس، عمر المختار قال لهم شيء واحد، وأن القبائل الخاضعة تحت السلطة الإيطالية اللي وافقت على الخضوع للسلطة الإيطالية لم تعد يعني لم تعد تحتمل مزيد من الظروف القاسية. عمر المختار قال لهم حاجة واحدة، قال لي أنا لا يهمني شيء، كل ما يهمني هو المحافظة على كيان السنوسية، أن تكون السنوسية في أمان. عمر المختار هنا لا يزايد على الوطن بالسنوسية. عمر المختار هنا يعرف أن ضمان استمرار المقاومة هو وجود هذه المرجعية الضامنة التي بانعدامها تنعدم من الظروف المواتية أو الشعور الدافع إلى المقاومة. هذه جزية عمر المختار. عمر المختار كان يقاتل من أجل الله والوطن. عمر المختار بسهولة تعريفه لا يدافع من أجل السنوسية، لا يقاتل من أجل السنوسية، لكنه فرد في المنظومة السنوسية التي تقاتل من أجل الله والوطن. عمر المختار لما السيد إدريس تم تسميمه حاول يمشي معاه لمصر، وعمر المختار كان من المصرين على أن يذهب السيد إدريس إلى مصر، لأنه يعرف أن نجاة المقاومة موجودة في نجاة السيد إدريس. وذلك غراسياني لما شنق عمر المختار قال كلمة وهي فعلا جديرة بالتصديق، لأن الشواهد تؤكد ذلك. غراسياني قال إذا أردنا أن نقضي على المقاومة يجب القضاء على إدريس السنوسي وليس على عمر المختار. كان يسمى في وكر الدسائس اللي في القاهرة. نعم كان يقول وكر الدسائس في القاهرة بيت إدريس السنوسي. يعني تو أستاذ يوسف أنت الآن تقدم في رواية مختلفة تماما يعني عن الرواية الرسمية في خلال 40 سنة، شيء مختلف خصوصا في علاقة السنوسية بشخصية عمر المختار واللي هم كانوا مصدر قوته ومرجعية الروحية والدينية، وأكيد أن في البعض كده حيرد عليك في المستقبل. أنا لو قدم رواية مخالفة، أنا أقدم موارد في المصادر والوثائق والمراجع. هذا ما يقول الإيطاليين، لم أقول أنا، هذا ما يقول الوثائق الإنجليزية والإيطالية. عمر خليني نوجز لك هذا وثائق تعزز في علاقة السنوسية خليني نوجز لك عمر المختار وقادة النظام بمشهد واحد. خليني مشهد واحد، استشهد يوسف بورحيل، وبالمناسبة هذه الأيام في ديسمبر هي ذكرى استشهاده. استشهد يوسف بورحيل، آخر شخص رمى بندقيته في القتال ضد إيطاليا عبد الحميد العبار. هذا الرجل، هذا الزعيم الذي أفنى حياته كلها في جهاد في سبيل الله، أمواله وحلاله وماله في سبيل الله وفي سبيل ليبيا، عمر عبد الحميد العبار. لما عبد الحميد العبار هو ورفاقه استطاع النجاة واللجوء إلى مصر، وكل ما يقع تتخيل يمكن أن يقع على عمر المختار لو بقى على قيد الحياة هو ما سيقع لعبد الحميد العبار. أول ما وصل عبد الحميد العبار وين مشى؟ مشى للسيد إدريس. لما بداية تكون الجيش السنوسي حمل سلاحه، امتشق سلاحه خلف السيد إدريس ودخل إلى البلاد وخاض المسيرة السياسية مع السيد إدريس، ورأس مجلس الشيوخ ومجلس الأمة بشقيه، أن رئيس مجلس الشيوخ هو الذي يرأس مجلس الأمة بشقيه. هذا كل ما يسر على عبد الحميد العبار هو ما كان يفترض أن يسر على عمر المختار. يعتبرون أن هذا إدريس السنوسي هو مرجعيتهم السياسية والروحية، هؤلاء هم مجاهدون البرقويون. هذه كانت الفكرة. طرابلس أدركت بعد الحرب الأهلية أنها ضروري أن تكون لها مرجعية، لذلك بايع طرابلس السيد إدريس في 1922. ليش طرابلس خالية من الزعماء؟ أحمد المريض من أكبر زعماء طرابلس ورئيس هيئة الإصلاح المركزية، لكن ليش لجأوا للسيد إدريس السنوسي؟ لأن أرادوا أن تكون لهم مثل هذه المرجعية الروحية يمكن أن تضمهم. لكن جد بعد فوات يعني رمز يلتف حول الجميع. نعم رمز موثوق به، وليس كل رمز موثوق به. نعم. طيب كلمة أخيرة في ختام حلقتنا اللي ناقشت جزء من كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة. كلمة مني؟ كلمة أخيرة. والله هذا الكتاب أتمنى أن يطلع عليه البحاث والدارسين والمهتمين بهذا الشأن. هذا الكتاب لا يخلو من قصور، هذا ما فيها شك. ليس كتاب، لم ألتزم فيه بالمنهجية العلمية من ناحية الاقتباسات، أكثرت فيه من الاقتباسات عشان الناس تلتمس
تلتمس صحة المعلومات الواردة فيه. أثناء كتابة الكتاب شن همك الرئيسي اللي كان عنوان العريض في كتابة الكتاب؟ هو همي كما قلت لك، همي كان هو تصحيح، محاولة إعادة تصحيح التاريخ الليبي، طرق الفتح النافذة أو فتح الباب أو نقر الجرس لإعادة تصحيح الكتاب التصحيح. وأهم مرحلة نحن الآن نعتز بها، لما قمنا بثورة فبراير نحن رفعنا أحفاد عمر المختار، رفعنا صور عمر المختار، إلى الآن ترفع صور عمر المختار. لكن من هو عمر المختار؟ ليس عمر المختار الذي صنعوا لكم فيلم مصطفى العقاد، الفانتازيا متاع فيلم مصطفى العقاد. عمر المختار على ما كان عليه عمر المختار حقا. عمر المختار خلاص كتب التاريخ بأحرف من ذهب، أحرف غائرة، أن عمر المختار رمز لا يمكن أن يتكرر. سميت به الشوارع في فلسطين وفي العراق وفي مصر، أقيمت عليه بأسمى النوادي وسجل التاريخ، هذا انتهى. يجب أن نعرف من هو عمر المختار، عندها على الأقل أن نقدم الامتنان كما قدم الأجداد لمرجعية عمر المختار وهي السنوسية. ليس بالضرورة أنتم ما تبوش السنوسية الآن، أنتم حرار، السنوسية لم تفرض نفسها عليكم، حتى إدريس السنوسي لولا الظروف لم يفرض نفسها عليكم، ولكن يجب أن نمتن لهذه الحركة السنوسية ولهذه الدعوة ولهذه المرجعية الرائدة في الجهاد ضد الغزو الفرنسي في تشاد وضد الاحتلال البريطاني في مصر وضد الغزو الإيطالي بجميع مراحله فهمت في ليبيا. هذا هو المقصود من الكتاب. وأنا آسف لصغر مساحة الكتاب، أن الكتاب لا يعتبر موسوعة لجهادية لكل المجاهدين في برقة، فضلا عن أن يكون للمجاهدين في طرابلس وفي ليبيا كلها. فأوجه القصور هذا واردة في هذا الكتاب. أنا لست متخصص وقلت في التمهيد، وهذا ربما يشفع لي، وأنا لا أعتبر كتابي هذا مرجعية أكاديمية، ولكن على البحاث أن يطلعوا عليه ويبحثوا عن المصادر الواردة فيه ويتحققوا من صحة كلامي، وأن لا يقيموا محاكمة لنيتي نواياي. فهمت؟ يعني هي الكتاب الآن غرضي واضح من هذا. كتاب عمر المختار حقيقة مغيبة، كلمة في وجه 40 عام من تزييف الوعي العام. هذا هو تزييف الوعي التاريخي، وهذا هو شيء خطير، لأن هذه التزييف الذي حدث أحدث فجوة في الذهنية الليبية تجاه تاريخها وخلق ساحات نزاع تجاه الهوية الليبية. نعم. يعني الليبيين يسألوا الآن أستاذ يوسف، شنو اللي يجمع بيننا كليبيين؟ صحيح صحيح، خلق ساحات نزاع. طريقة التدوين السلبي التي حدثت، ليس التدوين الإيجابي اللي حدث خلال 4 عقود الماضية، خلقت ساحات نزاع حول تاريخنا المعاصر اللي ما زلنا عايشيننا. في ناس أحياء الآن موجودين أبهاتهم كانوا مع عمر المختار، ليس أجدادهم، كيف يحدث هذا النزاع؟ فالأربعين سنة طول المدة خلقت فجوة ذهنية خطيرة تجاه هذا التاريخ. يجب إعادة ترقيع هذه الثغرات وإعادة أسلوب، هو لابد أن نستعين بخبراء، إعادة فهم. فيه تابوهات، فيه مازال إلى الآن بعض الأحداث لا, 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 لا يمكن تناولها لأن مازالت صعبة التقبل من قبل الناس. لكن في أحداث عامة زي عمر المختار وما حدث لعمر المختار، هذه ممكن أن تناولها بكل شفافية، كل شفافية. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر أستاذ يوسف عبد الهادي، الكاتب والباحث ومؤلف كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة. سعيد جدا بوجودك معنا. إذن كتاب عمر المختار الحقيقة المغيبة اللي يشرح فيه الأستاذ يوسف عبد الهادي جزء كبير عن تاريخ مسكوت عنه، وخصوصا علاقة عمر المختار بالحركة السنوسية. تحياتي أنا خليل الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد. نتمنى لكم أمسية طيبة.